نورة سألت عن من أخر قضاءه حتى دخل رمضان التالي، أولا هل عليه كفارة غير الصيام؟ والأمر الآخر ما مقدارها وكيف يدفعها وينظر إلى سبب التأخير. إن كان التأخير بعذر فليس عليه سوى القضاء، وأما إن كان التأخير لغير عذر فإن كان الإنسان قادرا على الإطعام مع القضاء فينبغي له أن يطعم، وإن كان يشق عليه الإطعام فيكتفي بالقضاء. نعم. أخونا ياسر بقي جانب أظن ياسر. نعم نعم صحيح صحيح. نعم الإطعام إما أن يقوم بدعوة عدد من المساكين بعدد الأيام فيغديهم أو يعشيهم، أو أن يعطي كل واحد وجبة جاهزة، وجبة غدا أو عشاء من أوسط ما يأكله الناس غارب قوت البلد، أو أن يعطي الشخص كيلو ونصف من غارب قوت البلد، وغارب قوت البلد الآن في هذه البلاد هو الأرز، ما في حدود كيلو ونصف للمسكين الواحد يعني عن كل يوم. سألت تقول بالنسبة لإعطائها للجمعيات هل هذا جائز أم لا؟ لا مانع أن تعطى للجمعية ويقال هذه هي كفارة إطعام عن شهر رمضان حتى يعني يعرفون لمن يصرفوها، لأنها قد تكون مثل كفارة يمين، وكفارة اليمين لابد أن تدفع إلى عشرة لأن العدد منصوص عليه، لكن كفارة الصيام أو تأخير الصيام أو من لا يقدر على الصيام كالمريض الذي لا يرجى برؤه وككبير السن ممكن أن تدفع لشخص واحد، يعني ولو كانت عن 30 يوما لا يلزم أن تدفع إلى 30 مسكين مثلا، لكن كما قلنا بالنسبة لكفارة اليمين لابد من أن تعطى لعشرة لأنه قد ورد النص عليهم، فكفارته إطعام 10 مساكين.